حياكم الله من القرية التراثية وتحديدا في استوديو برنامج السارية. خلوني أخذكم في تور سريع أراويكم في كواليس هذا البرنامج المميز. الجدير بالذكر أن هذه السنة برنامج السارية يطل علينا بشكل مختلف ومميز لأنه ينقل موروث دول مجلس التعاون الخليجي الست كلها. قولون أنت أكثر واحدة تغششين. أنا سمعت إشاعات ويأت أتأكد بنفسي يعني. لا أنا مو بأنا قشش ولا أمحي هذه التهمة ولو أنها هي مو بتهمة لأن أنا تطلع مني طبيعية. أنا طبيعية وخصوصا إذا جاوب في الأول وجاوب في الثاني شوية ها مثل ما يقولون عصلق. أنا أسهلها لا أسهلها إن أمر الله بهون. بس ترى وحشتونا السنة اللي طافت. بعد شعود ما علي أحسن إحنا غبنا علشان نشوف قالون عندكم. نشوف خلاص ما يعني شلون الست دول الخليجية يعني قبل كنتوا تجهزون حق البحرين وموروثه وهذه مكاننا وديرتنا واهلنا وناسنا ما يحتاج يعني التجهيز يكون وايد اسهل هالمره الست دول الخليجية شلون شايف التجهيزات احلى اجمل نعم للم للجمع الحلوه للانتماءات للتشابك والتشابك العرقي والعادات والتقاليد والله لا يغير علينا كلنا ويبعد عنا إن شاء الله الحساد والعدوان والمغرضين وإن شاء الله دائما خليجنا واحد. نشكر وزارة الإعلام سعادة الوزير الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي ما قصر طبعا معانا أكيد الشركة المنتجة شركة سهيل ميديا أستاذ عيسى والأستاذ خالد تجهيزات العديدة من فريق العمل ترى هم الأساس يعني إحنا يدورنا عقب هم ترتيباتهم كلهم حق لوكيشن كل لوكيشن مختلف غير الفنون اللي موجودة غير التحضير حق المعد معانا طبعا الأستاذ رويعي طبعا ما قصر في تحضير مع كل دول وتنسيقه مع كل الدول. احنا دورنا ان احنا نكون على الشاشه معنا الاعلاميين اللي نستقبلهم ويكونون معنا في هالخمس حلقات ونبحر معاهم في كل ديره سواء فن تاريخ تراث حتى الماكولات الشعبيه اللي قاعد نشوفها مستمتعين. يمكن فعلا انت تحس انه شوي في تعب 100% لكن ننسى هذه التعب لما نشوف ثمره نجاح الحلقات دي كلها مع الناس وتواصل الناس معنا وفرحتهم بالجوائز. هالسنه الجائزه تطلع لك ساريه مره واحده وغير ال 500 وغير الجوائز العديدة اللي موجودة والرعاة اللي ما قصروا معنا. شلون كان وضعكم مع المطر حسن؟ يعني المطر كان معنا في السعودية وكان معنا حتى في حلقات عمان كلها خيرات من رب العالمين. أمطار خير بس فريق العمل ما وقف يعني أنت مستحيل توقف برنامج كنا نطلع على طول يعني الشباب يعطيهم العافية في ظرف نص ساعة ولا 35 دقيقة المكان متغير وننتقل إلى أماكن ثانية. أهم شيء إنه تطلع الحلقة وما توقف حق الناس. نيلة مبارك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليك بكل خير يتبارك. تميز سنة بعد سنة. ما عليك سوي التسلم. برنامج مميز كالعادة يعني عودتونا كل سنة وكل سنة تطلعون لنا بالسارية بشكل مختلف ومميز. هذه السنة يعني دول الخليجية كلها مجتمعة في السارية. شلون التجهيزات كانت وشلون يعني لنص رمضان شلون كان الوضع؟ اولا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني قدرنا اليوم ان احنا نواصل الى الموسم الرابع من برنامج السارية بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الداعم الاول اكيد للبرنامج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اللي ما قصر ويعني شدد علينا ان احنا نهتم بالموروث الشعبي سواء لمملكة البحرين على مدى 3 سنوات وهالسنة حبنا هو يفتح المجال حق دول الخليج عشان ان احنا نقدر ان احنا نرسخ هذه المعلومات ونعزز هذه التاريخ وهذه خلينا نقول الثقافة نخليها ترسخ عند الجيل الجديد وأيضا نرجعها حق الجيل القديم مثل ما نقول اللي يحنون حق هذه الأيام ويحنون حق الموروث الجميل والكلمات الجميلة المفردات الحلوة حتى الفن والطرب يعني وهذه المعلومات الحلوة البسيطة اللي من خلال المسابقة نستانس فيها مع المتسابقين وإحنا أيضا نكتسبها ويعني نحاول أن الجمهور كلهم يكونون سعيدين معنا فيها.